متابعينا الكرام، انطلاقاتنا تستمر والتحديات هنا على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. ننطلق في هذه اللحظات مع انطلاقة وتحديات شوطنا العاشر الذي خصص للذلل المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والشعارات الحاضرة على أرضية هذا الميدان مع هذه الانطلاقات والتحديات. ننطلق مباشرة مع قنوات دبي ريسنج وقناة ياس مع هذه الأسماء أتقدم مع المراكز الأولى، ونطالع دائما المقدمة والصدارة مقدمة الشوط. رموز على المركز الأول حمد بن راشد بن حمد بن غدير من يتقدم في هذه اللحظات الواثقة ويقدم رموز على المركز الأول وفي صدارته هذه الأسماء. المركز الثاني القادم الشايبة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري القادم على المركز الثاني، والمركز الثالث ندى منصور بن سعد بن قذلة الإحبابي يتقدم في هذه اللحظات. بن قذلة يقدم ندى على المركز الثالث، من الثالث إلى المركز الرابع، ونتابع المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات. المنطلقة سلام القادمة، من يتابع سلام والعايدة ملكيتها لسلطان بن محمد الملعاي الاشتبي القادم على المركز الرابع والمركز الخامس. المركز الخامس الفائزة القادمة على المركز الخامس لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهري يتقدم الشعار الاقتصادي، يتقدم بأكمله في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. يقدم الفائزة على المركز الخامس. المركز السادس شعار الصعب القادم في هذه الانطلاقات يقدم من حافة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان يتقدم على المركز السادس والمركز السابع. نتابع سابع المراكز هجار القادمة هجار على سابع المراكز. مكتوم بن الشيب السبوسي يتقدم في هذه الانطلاقات يقدم هجار. المركز الثامن القادمة الدوحة محمد بن طالب بن عقيل البرنس القادم على المركز في هذه اللحظات. الثامن المركز التاسع الفاتنة وعتيق بن عبيد بن حارب الرميثي القادم المقدم هنا انطلاقاته. الفاتنة والقادمة هملولة أحمد بن سعيد بن مطر بن مصبح الكتبي يتقدم شعار بن فرحة ينطلق في هذه اللحظات ويقدم هملولة. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات القادمة والمنطلقة مع عشر أشواطنا في مساء هذا اليوم. ليلة رياضية، ليلة وانطلاق وتحدي دائما مع كل التحديات في عالم الأصايل. عودة إلى الصدارة، رموز على المركز الأول، رموز على الصدارة. حمد بن راشد
بن حمد بن غدير الكتبي يتقدم في هذه اللحظات، يقدم رموز من البداية، ينطلق على المركز الأول، المركز الثاني القادم شعار بن كاسب، كاسب بن سالم بن كاسب المسافري قادم يقدم الشايب، القادم على المركز الثاني والمركز الثالث. يلا يا الملعاي جماهيرك يتابعون سلام، يبغون السلام. سلطان بن محمد الملعاي الاشتبي القادم على المركز الثالث والمركز الرابع، المركز الرابع شعاري من قذله القادم في هذه اللحظات. يا ما قدم العديد والعديد من الاسماء في عالم الاصايل، ياتي ويقدم ندى منصور بن سعد بن قذله الاحبابي، يتقدم في هذه اللحظات ويقدم ندى على المركز الرابع، المركز الخامس. نتابع الشعار الاقتصادي القادم مع الفائزة سعادة فري بن علي بن حمود الظاهري، يتقدم شعار زريق في هذا المساء، ينطلق على ظهر الفائزة في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقات على المركز الخامس. السادس مرافقة الشعار الاقتصادي يأتي شعار الصعب، ينطلق شعار الصعب هنا في هذه اللحظات مع منحاف القادمة محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، يتقدم على المركز السادس. سابع المراكز نتابع هجار مكتوم بن الشيب السبوسي قادم ويقدم، هجار القادمة ومحمد بن طالب بن عقيل قادم لبرنس، يقدم الدوحة في هذه الانطلاقات. ومن القادم أول ندى للعزرة القادمة سعيد بن عثم الخزع العامري القادم، يقدم العزرة القادمة والمركز العاشر مطفية لسعادة خلفان بن سلطان بن حضير ملكتبي، يتقدم في هذه اللحظات وينطلق مع مطفية. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء، وصلت الشعارات عندما وصلنا إلى حزامنا الأخضر في 8 كيلومترات. ياهو من مشهدنا، ياهو من انطلاق، ياهو من تعدي من تابعه في هذه اللحظات، وكذلك المتابعين والمراقبين والمتيمين دائما لهذه الرياضة، رياضتنا العربية الأصيلة. ننطلق ونعود، والعود أحمد إلى رموز من البداية، وهي متجهة إلى مرغم، إلى الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يتقدم في هذه اللحظات، يقدم رموز على المركز الأول. كاسب بن سالم بن كاسب المسافري قادم ويبغي يكسب هذا الشوط، يقدم نجومية والأروع، يتقدم مع الشايبة على المركز الثاني. وبنقول 2 كيلومتر مضيق العبور مباشرة إلى المقصورة الرئيسية، المركز الثالث. سلام لسلطان، سلطان بن محمد الملعاي الاجتبي، يتقدم في هذه اللحظات ثلاثية على خط واحد ما بين الواثق، ما بين بن كاسب، ما بين الملعاي، ثلاثية لكن والله اللي قادم
من القادم الصعب؟ الصعب جماهير، الصعب قادم في هذه اللحظات، وصلوها للطلايب يطالبون لما لا يطالبون، وهو شرف عظيم لمن يحظى ويحصل عليه في هذا المهرجان. مهرجان سمو ولي عهد دبي، حفظك الله يا ابو راشد من كل سوء ومكروه. نعود ونتابع القادم، شعار الصعب القادم يقدم انطلاقات وتحديات من حاف المركز، المركز الخامس. هذه اللي واصله، هذه ندى، ندى قادمه، ندى بن قذله يقدم، ندى منصور بن سعد بن قذله الاحبابي، والفايزه، الفايزه، الفايزه يا الاقتصادي، يا سعاده فري، يا بن حموده الظاهري يتقدم، والقادم العزرة، وصلت العزرة، تقدمت في هذا الانطلاق لصعيد بالعثب الخزع، العامري القادم، والبرنس قادم، البرنس قادم بن عقيل يقدم الدوحة، بنقول الكيلومتر الأخير، روح يا الملعاي، روح يا الملعاي، ما تبقى إلا القليل، يا راعي، يا راعي، يا راعي سلام، يا راعي سلام، الصعب قادم، مرغم، مرغم، مرغم تنادي، مرغم تبغي السلام، ها هو من حاف، من حاف القادمة بشعار الصعب والعزرة، العزرة مع القادم العثة، القادم في هذه اللحظات، والبرنس ياهم من عمالقة وسلوة، ياهي ياهي من أسماء وصلته، لكن الصعب، الصعب ما شاء الله، الصعب، الصعب على المركز الأول، لا حلول لهذا الشعار عندما يحضر في ميادين الخليج. روحت من حاف، روحت من حاف، سلموا لي على مرغم وعلى محمية سكاي دايف كذلك، وإلى محمد بن سلطان بن مطر بن مرهان، ما فيك حيلة يا أبو سلطان، لله درك، ها هي من حاف على المركز الأول، من حاف على الصدارة، على المقدمة، مشكور، مشكور يا مطر، يا يا بن سلطان، مطر بن سلطان لك الشكر، تهانينا والناموس للصعب، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان، ومن حاف، من حاف، من حاف، المركز الثاني ندى مع بن قذله، المركز الثالث العزره لسعيد بالعثب الخزع العامري، المركز الرابع، المركز الرابع مطفية لسعادة خلفان بن سلطان بن حضيرم الكتبي، والمركز الخامس الدوحة لمحمد بن طالب بن عقيل المري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول من حاف، قطعت 8 كيلومترات وسلمت على مرغم وشعار الصعب، 12 دقيقة 31، 7 أجزاء من الثانية هو توقيت من حاف 8 كيلومترات. المركز الثاني، المركز الثاني، وصلت على المركز الثاني، المركز الثاني 12 دقيقة 35 و5 أجزاء من الثانية ندى، تهانينا والناموس لمالك ندى منصور بن سعد بن قذنة الأحبابي. المركز الثالث نتابع 12 دقيقة 37 8 أجزاء من الثانية العزرة لسعيد بالعثب الخزع العامري. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس للجميع.